لو الحكاية فيها إن فيتو تعرف أهم أعمال نزار قباني؟ والله أنا مش حافظ أعماله كلها، بس أعرف رسالة حب صغيرة وكتاب الحب. تمام. تعرف حاجة من قصايد بتاعته اللي قالها المطربين؟ طبعا قصيدة اللي قالها لعبد الحليم اللي هي جلست والخوف في عينيه. رسالة حب وحب بلا حدود. بس الأغاني اللي اتغنت بيه غنى بيه فنانين كتير، تعرفي فنان منهم؟ اسمه ايه؟ كاظم الساهر غنى مدرسة الحب، اتعمل برضو مسلسل لها. تلمواني الدنيا وكتاب الحب. طب تعرفي بيت شعر ليه؟ من حاول فك ضفائرها مفقود مفقود يا ولدي. كتاب الحب ورسالة حب صغيرة. تلوين الدنيا. طب في قصايد اتقالت له او اتغنت بشعره، ممكن تقولي لي حاجه منهم؟ تقريبا كتاب الحب تقريبا ولا تلوين. ماشي. حاجه اتغنت بشعره او اتقالت بشعره؟ كاظم الساهر دايما اظن بيغني له، من وديع الصافي غناله زمان على رمش عيونها. حب بلا حدود ورسالة حب صغيرة. تمام. حاجة اتغنت بأغانيه بشق أشعاره؟ الأغنية بتاعت عبد الحليم حافظ اللي هي بتقول جلست الخوف في عينيها. شكرا.